عليكم. فوالا هذا هو الامور كاجين ديف غادي يمشي ان شاء الله ليو اس اي الولايه فيرجينيا ويست فيرجينيا غادي ان شاء الله غادي نركبوا لي ستيبلس كونفرجن. فوالا حيدنا لي ليفرا دونك ستيبلس هيا وجدناها قدينا عليها الفرا هو هذا الفرا وقدينا الكيد اللي هو هذا وغادي نحلوها ونقطو خليكم معنا. صوبنا هذا الفرا هذا كيف شفتوا ها هو دابا يبان لكم الاخوان هادشي ساهل هي ساهل ربما كفكره تبان واجده راه سهله ولكن باش تابليكا شويه ما سهلاش ولكن ملي كتخدم فيها هذاك لو بيتي ديتاي شويه كيبغي هذا ماشي شي حاجه كتحتاج الماط وهذا ولا كتحتاج شي ذكاء خارق وانما كاينه الخدمه كاينه الخدمه ها هذا دابا شعلنا فيه العافيه كويناه باش نقسموا هذه فهمتوا باش الا درت شي قطعه ولا هذا باش نصوب الفرن يجي نقي باش يتحط هنا واه شفتوا باش يتحط هنا سلام صافي باش يفراني لينا الكاس ملي يكونوا هذا راه كاوتشو هذا باش يفراني الكاس ما يبقاش يضرب سي بون المهم نكملو يكون خير ان شاء الله. فوالا فوالا ها هو درت ليه دوبل فران دوبل فران اللي هو هذا شوف شوف دوبل فران سي بون صافي فوالا هذا فران ملي كندورو كندورو هذا شوف هو كيدور فوالا شوف ها هو يفراني دابا صافي فرانا شنو نديرو نشدو هذا كندورو بوح شوف ها هو ملي غادي يسالي هذا ها هو صافي ملي كيكمل الفران ها هو ملي كيكمل الفران كيدور بوح فيه ميمكنش يدور غير صافي دابا نقدرو نهزو المولان كامل من هنا شوف صافي 6 كيلو تقريبا فوالا شوف هذا الفران من فوق كيكمل الفران كيدور صافي سد هذا هنايا ساهل هذا راه ما كايناش كاع في السوق ما كاينش عند شي واحد هذا غير بحال بنتي يعني فكره مستنبطه من شي حاجه في الدماغ وعطاتنا هاد لو بوتي اختراع فوالا ملي نبغي نحل راه غنحل بحال هكا ها هو راه ملي نبغي نسد راه غادي يسد انت شوف شوف دابا راه كيحل شوف اون فوا كيفراني صافي ما يبقاش يبغي يدور ليا كيدور هذا ولكن ملي كيبغي يحل تيحل تيدور كلشي صافي شوف صافي دابا قاس هذا زاير عليه صافي سي بون دابا الامور راه واضحه جدا صافي دابا راه نقاد ناضي ندوزو دابا للكمال لي زامي الحاجه ملي كتبغي تخرج سيرتو على برا كتقلب با مال دو فوا كيدار لها دياغنوستيك با مال دو فوا يعني الوسواس القاري تيخدم لدرجه انه هاد السنان غنحيدوهم وغنقلبوهم وغنركبو سنان اخرين اللي راهين اوريجينال يتركبو ويتنطفو مزيان وعاش غيرجعو والامور تكون مضبوطه ما كاين راه مقلبه ناضيه فهمتيني دابا المولا المولا شي حاجه اللي تري امبورطون اللي كديري لنا حتى هي الوقت فوالا انتهينا من مرحله التعديل دابا سيدي انت راه تبان لكم الروينه هنا وداكشي فهمتو شنو غادي ندير هي عطاتنا بلي ربع ساعه بعد ما قدينا الغيبات ديالنا وداكشي فوالا هو فوالا بغيت تفراني من هنا بغيتي تفراني من هنا سير دابا راه مزير شاد مزيان الكرا ها هو سير غادي نديرو ليه سي بون فوالا ها هي مقادة بعد ما يعني الامور راه مضبوطة صافي شاعلة سخونة هادو راه كنزيدهم هنايا فهمتيني بالنسبة لهادو اللي كيكونوا ماشي اموفيبل ياك كنزيدهم هنايا هنايا فهمتي غادي نخليها لك هادي فوالا انت نفسو الماكينة نفسوها بحال هكا من الفابور سي بون ولا كان فيها الما سخون سي بون دابا الما مقاد هنايا دونك الماء مقاد هنايا غادي نركب البورت فلتر ديالنا راه تيدخل بحال الزبدة سي بون سي بون فوالا سير فوالا يا سلام ايوا يا سلام دائما فيما تسخن الماكينة هذه راه عندها طفين وتشعل هنا شوف كتشعل شوف كطفي كتشعل كطفي كتشعل كطفي دابا حنا نشعلوها فوالا شوف سي بون دابا راه كتسخن كداش كاين النيوطي هادي بلي راه لا راه خصك تسخن حنايا ما غاديش
نشوفوا معاها فوالا. ملي كتكون سخونه الماكينه اش كندير؟ شوف نخرج داك الفابور كله فوالا. مرا نجبدو بورت فلتر بحال الزبده، ما داير نص ملي ناقص فوالا. ها هي حداش كينوطي ملي كتشعل راه سخونه. ما هي اصلا نزيد لها السخونيه راه تقدر تعصر بها على حساب السخونيه اللي عندك هنا، يعني بلا ما تشعل فوالا فوالا. يعني ماشي كتدخل لا دابا مع غنورك غيتاكتيفا الالكتروفان باش يدوز الماء الفابور اللي تجي فوالا. سيبا السلام الله عليكم يا زاكو، كلشي بخير باذن الله. عدنا ولعود احمدو ان شاء الله باذن الله. جبنا لكم الايقونه والباك ديال لاكاجيا بيبي، لاكاجيا بيبي فانتاج اديسيون ديال لي زاني 1986 فوالا. كيفاش كتشوفوا كتجينا بلاليمونطاسيون، ماشي هنا ماشي هنا ماشي هنا، دايره بحال 1990 ولكن هذه ديال لي زاني 80. عندها لاليمونطاسيون كدوز اترافير هذا البوطون هذا روتاتيف اون اوف. شو فوالا شو كتبان لك الوضوح، كاينش مقشره ولا سي نورمال. ماكينه ضاربه واحد سميتو عادي، غتلقى مثلا بحال هذه الروتوشه بحال مثلا هذه. انا نزومي لكم انا ماشي غادي نخبي ولا هذه، ولكن هذا لا يعيب الاداء مثلا في المولان هذه بحال هكا، ولكن راه فهمتي راه عادي. تيني حقاش ضاربه من الثمانينات لدابا، يعني من 86 نديرو 2026 نقصوا منها عامين راه فوالا راه عادي فهمتو. والله ماشي راه واصله واحد يعني واحد 40 عام باش تلقى بهذا الاداء هذا، راه اللهم بارك. المهم سي بون زدت لها انا هذا ها هو زدتو ليها فوالا. زدت لها هذا انا علاش؟ بالنسبه للاخ ياسين ما كيخدمش بالفابور، في حاله بغى يبيرجيها ولا هذا، هذه عندها البوطونه الوحيده اللي كتاكسيوني على الدخول والخروج، هي هذه في كاينه لاطاس هي هذه فوالا. انا اش غادي ندير؟ يعني من بعد ما سخنات شوف شوف سي بون غنفسها سير. من بعد ما نفسها فوالا باش ما يخرجش ليا الترشاش كيجري هنا، درت لها هذا فوالا ها هو، تسالي منه حيدو صافي. القهوه ديالك ديرها هنا وحنا نجربوها فوالا. بورت فلتر ها هو فوالا اوريجينال ديالها، جاي نص كيلو تما كاين. المهم سي بون غادي نلوحو فيها القهوه، خليكم معانا سي بون. ديرو لاطار سيبو، حنا درنا دابا 18 غرام سيبو. قبل ما ننزلو الماء من هنا ربما يكون عندنا طومبيراتور زايده، ربما ماشي غير نحرق القهوه. اش غادي ندير؟ ما غنزلش هنا باش غيطير ليا الماء، باش نزلت هنا غيطير ليا الماء. انا عطيك هاد التويو فوالا بيرجور، غادير اون طاس هنايا فوالا كيف كتشوف، وغادي نجي للجهه ديال الفابور
ونفس شا ونجيب بلاصه ديال الماء فين كتخرج الماء تيزان ولا هذا والبيرجي ديري لك بيرجور هنا سير دابا اش غندير فوالا تقاد ليا ولات بحال الشتا دونك نجي هنايا غير كنقول في الطريقه هذه كيركب بحال الزبده فوالا نجيب هذاك السميتو ديالي وغنعطي لابيل كورون بحال هكذا نعطي لابيل كورون بحال هكذا واو هو نازلة معصرة فوالا لا نازلة معصرة سي بون فوالا طيب يا سلام ريستريتو صايبون غادي نعصر لكم العصره الثانيه بورت فلتر واحد اخر في الاخر غتبان لك ميم تيكستور بحال حاولنا نوسعوا غير التقابينه باش تجي الكريمه نازله بخير وعلى خير ما يكونش شي اوبستاكل ولا لقاش ملي كبعد خطرات كتكون تتقطر علاش كتكون الكريمه غليظه كتبدا تقطر علاش بورت فلتر من الداخل عامر بالكريمه على العموم هذه هاد الماكينه هذه راه فيها جوج ديال الزيليكتروفون هما اللي كيتحكموا في الفابور فوالا ها هو شفتوا ها هو وكيتحكموا تخرج الماء الا بغيتي تيزان ولا بغيتي تبرد الماكينه ولا هذا والبوطانه الوحيده اللي كتنزل الماء هي هذه هي هذه يلاه صح ما تبقى هذا راه غير فويو هذا غير فويو هذا راه ما كتورقش عليه راه فويو بحال البول سي بون هذا في كاين فابور كتورق عليه كيكون الفابور الفابور ديالها مجهد واحد الدرجه قصوى فهمتيني ايفيتي ان الواحد يخدم به علاش الاخ بعدا راه عارف وانا ما كيخدمش كيدير قهوه وحده كيدير غير القهوه وحده هذه نقطه تحتسب بقاش كيجمع الكاكاو دغيا سيرتو لي غاديا هذه الا بغيتي الماء ديال التيزان اولا تبرد الماكينه طلع اطرافير لابون كتحكم في لابون وكتبرد لك الماكينه ودير لك البيرجور هذا هنا بغيتي تحيدو حيدو هنا غير باش ما يبقاش الماء يدخل لك هنا وتشاش وهذا كتبقى الماكينه نقيه فهمتيني والماء كله على برا فهمتي فوالا وهذه راه ما نوركش عليها فوالا فهمتيني ما نوركش عليها حتى والداخل ديالها راه فيها بلاصه ديال اللور ديالها فيها طروه تويو واحد كتابسوربي منه لابون واحد ديال الروتور ديال لو بي في ها هو هذا ديال لابون ها هو وهذا ها هو يبان لكم معلمينو الشركه شي واللي فيه هذا الفلتر هذا وهاد جوج واحد ديال الاو بي في واحد ديالاش ديال الروتور ديال الفابور فهمتيني ديال الروتور ديال الفابور فوالا هادي كتشعل ملي كتوصل يعني لا تمبيراتور ديزيري ماكسيمال ديال فوالا هي هادي انا ما كنديش عليها كاع هادي كنخدمش بها انا المهم كتبان لي الماكينه سخنات كنبقى تنخدم فهمتيني ما بقيتش ندير حتى القضيه ديال التايمين وديال بخي انفيوجن ما بقيتش كندير داكشي راه باين كلشي باين صافي كي قلنا كاينه تروا تويو واحد ديال لاسبيراسيون ديال لابون كتجرب من لابون تدفع لك الاشو ديال واحد روتور ديال لو بي في اوفر بريسر فالف واحد غتلقاه دافي اولا سخون طيب على حساب الفابور السخونيه ديال الماكينه كتبيرجي لك اللور علاش غتلقى واحد هنايا حنا نوريو لك ها هو هذا روتور ديالاش ديال الالكتروفون هذا راه مشهد هذا راه وصل تقريبا شي واقيلا 16 بار باش كيمص في البورت فلتر البورت فلتر راه ديالك جوانتور نورمالمون خصني ندير لك 9 غتجي قاصحه درت لك ديال 8 باش تجيك ساهله باش تمشينيش سي بون ها هو غتقدر تجرو كاع اللي عندك وتقدر ترجع سي ترجع وترجع وتدفعو لداخل او تجبدو لعندك سي بون ها هو باش يبان لك مزيان فوالا هي الامور راه واضحه جدا وهذا ايكوطوار ديالها الى الزيت غادي تسرب الماء المهم نحاول ندير محاوله ها هو فوالا نقول لكم نقي نقي شو نقطر فوالا لي زانفورماسيون اللي كاينين في التالي هما ان الماكينه عندها جوج ديال ليزيكتروفان عندها لون بي في يعني روبوست ثقيله تشوفوا راه شوف الكارطون تشوفوا الوزن ديالها هذا الاوريجينال داك الثقيل مركب لي ستيبلس كونفرجن يعني تقدر دير 4.2 4.1 يعني ولا ميكروميتريك ما بقاش ستيب باي ستيب يعني 1 2 3 4 ما بقاش هكا ولا فيه لا بريسيزيون طالعه دونك هادشي اللي كاين بورت فلتر ديالها اوريجينال اون كويفر هو بغا ديال جوج ثقبات حقاش هو ديجا غياخذ واحد المحلول دونك نعطيو هذا نعطيه الكاس ونعطيه جوج كيسان صافي هادشي اللي كاين هذه نصيحه لك كان واحد الاختلاف هو انه قلتي تقدر تاخذ هذه الطابله تقدر لا المهم شنو فيها فيها هذا اوريجينال فيها هذا اوريجينال فهمتيني عندك يعني فيها النوك نوك بحال هكا
نوك نوك بغيتي دير رقابيطه صافي وها هو تحطهم هنايا عندك التامبر ديالها راه نعطيو لك معاها ما نقص والو حتى حاجه ما نقص والو صافي تي كاين الماكينه كتشعل من الفوق يعني ماشي من هنا وداكشي ركبت لك هذا زدتو لك هنايا الا بغيتي تبيرجي يعني بلا ما يفيد لك الماء هنا وداكشي وتبقى مضارب مع الماء وتمسح داكشي يعني فوق كتسخن الماكينه كتدير بهذه الطريقه هذه فوالا شتيها سير نفس الفابور تما يبقاش فوالا وندوز نخرج الماء من بعد ما نخرج الماء فوالا كيما نوري الخطوطه مقادين ركبت البورت فلتر ديالي ونزلت القهوه ديالي باش ما تحرقش ليا القهوه هو هذا كان عندك تحميص غامق راه غدير لك اللقطه كان عندك تحميص يعني لايت ولا ميديوم لايت راه غادي تخلي هذه اللقطه يعني تحتاج طومبيراتور طالعه ما بقاش تزيد وتنقصوا فينالمون غتحتاج طومبيراتور طالعه بغيتي كان عندك ميديوم مراته هي كذلك غدير نفس الطريقه فهمتيني اولا بلاش كان عندك ميديوم دارك اولا دارك راه غادي ديرها الطريقه اللي كنقول لك تخرج الفابور فوالا خرجوا حنا في هذا تخرج الفابور فوالا سيو بعد ما خرجت الماء وكتبقى عندي الماكينه نقيه ما فيها لا تشارج ديال الماء لا والو صافي والكوان هو هذا والله يدخل على مولاها بالصحه والعافيه الماكينه كيف بان لكم في المينياتور غادا اليو اس اي ولايه فيرجينيا الاست ديال الامريكان وفيرجينيا الغربيه يعني الويست فيرجينيا ويست فيرجينيا دونك الله يدخل على مولاها بالصحه والعافيه الماكينه تبارك الله مليحه ماشي هذيك اللي فيها البوصولين ولا فيها البلاستيك هذيك كامله معدن فهمتيني هذه تطلع لك في الراس كاع نهار تبغي تدخل المغرب تعاودها ولا دير فيها شي كولور جيبها ثاني نعاودوها لك بشي كولور هذا الى خديتي شي مولا اخر ولا هذا راه ما تلقى السنه ديالو هذا السنه ديالو موجودين عندكم تما في امريكان امازون عندكم اي باي عندكم موجودين يعني بافيور ولا خاص تكتب بافيور ديال كاجين ديف راه موجودين وساهلين في التبديل عكس الاخرين صعابين بحال ديك الكونيك كونيك راه عندي دي مولا كونيك ما بغيتش نصيفطهم باش انت تقول لي كاين انت عندك ما حلاوش الدار ولكن ما تلقاش البياس دونك بلاط ديال هذا راه موجودين دونك راه انت فايت حال وحده بحال هذه تقريبا كانت عندك فيها ثلاثه البطونات بحال غير هذه زايد عليها بالالكتروفان زايد فيها جوج ديال الالكتروفان واحد ديال المسحون الفابور وواحد ديال الاكستراكسيون هادشي اللي كاين الله يدخلها بالصحه والعافيه غندوز اخويا للجميع ونصيحه لك اخويا هاد الستاندا خذها هاد الستاندا مفيده كتجمع وصحيحه راه كان فيها واحد ديجا واحد العود حاول ندير لك هاد العود ديال الشوك هذا عود شوك يعني باش ما يتقسم ما والو تخبط مع راسك كيف بغيتي وراه هو ملي تسالي لوح هذاك لو مارك ديال القهوه وراه بغيتي ديرها قبيطه وتخبي فيها هادشي هذا راه ممكن شوف راه ممكن تخبي مع راسك كيف بغيتي وهي ناضيه كناضيه تحيه للجميع والسلام عليكم وخليكم معنا نشوف هذا هي كيف كتشعل في حاله كيكون عندك يعني سميتو عندك طمبيراتور زايد فوالا هادشي اللي كاين صرب هاد ليامات فهمتو هادي اللي كنصرب هاد ليامات كندير لها قرعه بحال هادي فوالا دير لها قرعه بحال هادي فوالا سي بون كنخويها كنبيرجيها من الفابور ديالها كامله وكندوز سي بون دابا راه الامور واضحه ندوزو للعصره ديال النيكد وتشوفوا راه سوليمان راه بحال بحال النيكد واللي عنده ثقبه وحده ولا عنده جوج راه ما كاين حتى شي فرق بيناتهم الفرق اللي كاين هو ان واحد مسدود وواحد ما مسدودش الا بغى المسدود راه كاين في امازون راه كتنصيف كاين الحلول يا ربي بغى المحلول راه كاين في امازون راه كتنصيفطوا لي الساعه قال لك غياخذوا من امازون بغى المسدود دونك هذا يقدر ياخذ جوج كيسان كاس واحد على حساب لي بيرسون لي معاه ولا هو بوحدو ولا على حساب المهم نخليو على هذا ونديرو بورت فلتر نيكد ونشوفوا العصره you
تحية لخويا ياسين أبو الوفاء من كازا ماروك فيا USA فيرجينيا. السلام عليكم، الله يخليك، صحة وعافية.